وبناء عليه بقى احنا محتاجين نعامل الزيت كأسد. وهنا خليني احكي لكم على كيس ستادي. كيس ستادي العملاء من يعني العميل من اهم العملاء في اورنج، عندهم ونش. الونش ده فيه مضخه اي 11 في اون 1060، واحده من اكثر المضخات احتراما وغاليه. عندهم اربع مواتير اي 7 في ام ريكس روس، برضو السيستم كله ريكس روس. في لوجيك اليمنتس يعني اكثر من 8 لوجيك اليمنتس، في بروبوشن فالفز اكثر من 40 فالف، في 6 هيدروليك سيلندرز او اكثر. كل الحاجات دي موجوده في الماشين دي 13 سنه ما فيش فيها عطل هيدروليكي فعلا. 13 سنه ما فيش مضخه، ما فيش موتور حصل فيه مشكله. ايفن الصمامات اللي كانت حاصله فيها كانت مشاكل كهربيه اكتر ما هي مشاكل هيدروليكيه. وده كان سؤال كان مهم قوي بالنسبه لي. بعد ما قعدنا نفكر في الموضوع، وفي الموضوع اتناقشت فيه كتير واتناقشت مع المهندس محمود، وقعدت ان انا اعمل شويه اسئله كتير ندور عليها. فكان ايه السر في الموضوع ده؟ السر ده كان ان هم في الحقيقه بيديروا الزيت بطريقه محترمه جدا. هم بداوا يديروا الزيت على كل المراحل بتاعته، من اول السبيسيفيكيشن والسلكشن، من عند ما المصنع اصلا اللي عمل ديزاين للماشين اختار نوع زيت مناسب جدا محترم جدا. الطريقه اللي بيتعمل بيها الكوميشننج والانستليشن طريقه فيها يعني التزام جامد وانضباط جامد جدا، تخلي ان الكونتامينيشن واحتماليه ان السيستم يتصاب بالكونتامينيشن في المراحل الاولى من ملء السيستم وكده قليله جدا. و والجزء بتاع الاوبريشن والمينتنس عندهم برضو عاملين فيه امبروفمنت محترم. فمن الاخر كده هم داروا العمليه بشكل كويس. فايه النتيجه اللي حاصله؟ النتيجه اللي حاصله هو حاجه معجزه، ان سيستم هيدروليكي يقعد 13 سنه من غير مشكله كبيره. ده يا اخوانا ده انجاز، انجاز ضخم جدا. وهو ده القيمه بتاعت الزيت لما نيجي نتعامل معاه ونعتبره ان هو اسيت ونحترمه.